اللي حسب ما يتم تداولها الآن عدد من الأسماء فتحي بشاغة، عدد أسماء أخرى، أن يكون فايز يكون عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسي، ويكون المستشار متاعه تصوره يعني المستشار متاعه يكون خالد المجري، ويكون رئيس الحكومة فتحي بشاغة. أنا السؤال اللي بنسأله للمستشار عقيلة صالح، ما مصير الاتفاقية مع تركيا، اتفاقية العار اللي وقعها المجلس الرئاسي؟ إذا كان السيد عقيلة صالح يطلع ويتعهد أمام الليبيين بأن أي حكومة مقبلة والتسوية السياسية تتضمن إلغاء كل الاتفاقيات اللي وقعها المجلس الرئاسي وخاصة الاتفاقية التركية وحل الميليشيات وطرد المرتزقة والتمهيد إلى انتخابات مباشرة رئاسية، نحن كنا حندعموك ومستعدين نتحمله سنة ونص ثانية ولا 18 شهر. ولكن ما يقوم به واللي يقولوا فيه مستشارينك وبطانتك والناس اللي معاك اللي كانوا في سويسرا والذين لم أجد لهم حقيقة تفسير، وأنا بيمانة يا أحمد يعني وجود عبد المجيد مليقطة الآن كمستشار ليك في سويسرا ماذا يمثل عبد المجيد مليقطة؟ اللي اسمه عبد الحميد الدبيبة ماذا يمثل باش يمشي لسويسرا ويحدد مصير الليبيين؟ من يمثل؟ نزار كعوان ماذا يمثل؟ ما هو الثقل اللي عند هؤلاء؟ بس اللي يجب يعرفوه الناس وخاصة في برقة أن مستشارين السيد عقيلة صالح يتحدثوا بهذا المنطق، أن حتى تركيا لو مش موافقة على أن أي حكومة تعبت بالاتفاقية بتاعها نحن ما عندناش مشكلة، والسيد المستشار عقيلة صالح ما عندناش مشكلة أن الاتفاقية ما لا تراك تقعد، اتفاقية العار هذه أن هي تقعد.